حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن انس رضي الله عنه قال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فاقام في مشربه تسعا وعشرين ليله ثم نزل فقالوا يا رسول الله اليت شهرا فقال ان الشهر يكون تسعا وعشرين